كما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن نسبة الحوادث التي تقع في المجرى الملاحي للقناة ضئيلة للغاية ولا تمثل أي خطورة. أضاف ربيع أن معدل الحوادث بلغ 9% من عدد مرور المراكب بالمجرى الملاحي، مشيرا إلى أن ذلك يعد وضعا طبيعيا. نتكلم عن نسبة 9% حوادث من عدد المراكب اللي بيمر، طبعا نسبة ضئيلة جدا، يعني تكاد تكون صفر. 9% من عدد المراكب مرة في قناة السويس كإحصاء عملناه، يعني عشان لما الناس بدأت تتكلم إن في حوادث كتير بتحصل في قناة السويس، لا دي مش كتير ولا حاجة، لا ده وضع طبيعي. لكن هو المهم إيه؟ هي المهم الحادثة اللي حصلت، ولا المهم إن أنت بتتعامل إزاي مع الحادثة؟ يعني هو ده بقى المهم، إن أنت برضو أول حاجة عندك اللي إحنا الرؤية اللي قلناها والاستراتيجية بتاعت الهيئة اللي إحنا قلناها، المحافظة على الأمان والاستدامة في قناة السويس، إن أنت تعبر في التوقيت اللي إحنا قايلين عليه.